عاش مين شافك؟ تسع شهور لا جواب ولا تليفون ولا بترد عليا ولا على جواباتي. ما جاش بالك تسأل جاريه اللي انت متجوزها عايشه ولا ميته؟ طب بلاش، ده انت حتى ما سألتش على بنتك من يوم ما اتولدت. طبعا واللي خلاك تظهر النهارده اني كلمت حسن الألفي وسألته عليك. كنت فين كل ده يا مدحت؟ ما كنتش فاضي. حبيب القلب قرر يلعب على كبير وانا المسؤول عنه. ما كنتش فاضي لك. كان عندي الأهم والأشرف منك. شغلي. انتي مش كنتي مصدعاني طول الوقت انك مكشوف عنك الحجاب؟ ولا عشان مفيش مخدرات معرفتيش اني طلقتك؟ فعليا من 9 شهور وعلى الورق من 1.5 سنة، يعني قبل ما تحملي. عايزه مني ليه شهادة ميلاد؟ روحي لابوها، خلاص بقى حر طليق، خليه يكتبها باسمه. أنا ما بكتبش عيال باسمي عشان أنا ما بخلفش يا نهال. الدكتور الألماني اللي احنا رحنا له أنا كنت متفق معاه عشان يكذب عليك. أنت أكيد اتجننت، أنت بتقول إيه؟ بقول اللي سمعتيه. طارق قال إنه نام معاكي من اللي بطنك ده من ظهره. يا أوسخ خلق ربنا، اطلع بره! قسما بالله يا نهال يا سماح، لو كان اللي حصل ده حصل قبل ما نتجوز انا كان زماني دلوقتي منزلك ملفوفه بملايه مفضوحه في ضحكه الكلاب. لكن حظك واللي نجدك مني انها تفضل ما بيننا ورقه، جمعتنا في سرير واحد، وللاسف هتخليني مجبر اقول عليكي شريفه. واقسم بربنا اني لو شفت خيالك على بعد 100 متر مني أنا هنسفك. بتستغليني؟ بتستعمليني؟ 9 شهور قايمة نايمة بحمد بفضلك، شايلة دميلك فوق دماغي ومش عارفة اردهولك ازاي، وانتي في الاخر بتستعمليني؟ انا ما استغلتكيش، انا قلتلك ان انا كنت عايزة اتبنى من قبل ما اعرف حكايتك، ولما عرفتها قلت ان بنتك اولى. بنت انا اللي اولى ولا بنت طارق اللي اولى؟ ايوه ده كان قصدك. روحي اسأليه كان يقصد ايه لما قال لي بطنك كانت بنته. حطي بقى قصدك على قصده، يمكن حاطينا في جملة مفيدة ونرتاح من اللفة اللي انتي بتلفيها بقالك سنين دي. انتي اخر واحدة من حقها انها تحكم على الناس، ده انتي بنتك لسه رامياها. انا مش هسمح لنفسي ان انا اقف واقع عينك. انا مش هسمح لنفسي ان اقف واحسبك عشان انتي عارفة كويس قوي انتي بالنسبة لي.